أوتوبيس فولفو يصل الإسكندرية. جاكور عند برج خليفة في دبي. إيران تمنع استيراد شيفروليه. ألفا روميو مع شرطة إيطاليا. مساء الخير، معكم أمين عليو. وأنا علا عامر في حلقة جديدة من برنامج الجراج. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجراج. حلقتنا النهاردة حلقة مهمة ومختلفة، لأن مليانة أخبار عن عربيات فخمة فئة العربيات الرياضية، يعني هيكون معانا لامبورجيني وبتحتفل بمناسبة مهمة جدا، وألفا روميو اللي بتنضم لأسطول شرطة إيطاليا، وفراري اللي جمعت عربياتها في سباق مميز، وأخيرا أودي اللي هتنافس مايباخ بفئة فاخرة جدا. العربيات الرياضية شكلها مسيطرة على الحلقة، وبرضه معانا جاكور اللي عملت عرض مميز وجديد لعربيتها الجديدة اف بيس اللي بيتم طرحها في الشرق الأوسط، وفي مدير تنفيذي جديد لفيات كرايزلر مصر هنتعرف عليه، وفي أزمة في البرلمان الفرنسي بسبب مرتب كارلوس غوسل مدير نيسان ورينو. دلوقتي هنبتدي أولى فقرات حلقتنا النهاردة، وهي طبعا تور درايف. العربية اللي معانا النهاردة الحقيقة حققت نجاحات كبيرة جدا فئة العربيات الفخمة، وهي بورش كايان، واللي هيقدمها لنا خبيرنا محمد زلط ويكشف لنا كل أسرارها. في سنة 2002 قررت بورش أنها تعمل مفاجأة صارخة. المفاجأة دي أصابت كتير من الخبراء والمتخصصين في مجال العربيات بحالة من الاستغراب. وليه لا؟ بورش بتاريخها العريق في إنتاج طرازات رياضية أسطورية قررت أنها تنتج عربية SUV. لكن بعد وقت قصير قدرت بورش أنها تثبت للجميع بعد نظر الشركة ونجاح استراتيجيتها بعد ما حققت عربيتها الجديدة نجاح كبير، فتح لبورش أسواق جديدة بتفضل الفئة دي، ودخلنا كتير من الشركات المعروفة بمنتجاتها الرياضية الفخمة إنها تتبع بورش اللي كانت صاحبة الريادة بمصنعي العربيات الرياضية اللي تبدأ التوجه ده. معانا النهاردة بورش كيان. رغم ان كيان بتصنف من فئه الاس يو في، لكنها بتتميز بنفس الحضور الطاغي اللي بيميز شخصيه بورش، وده بيظهر بوضوح في عدد كبير من تفاصيل التصميم الخارجي زي الكبود والرفارف والفوانيس الاماميه وفتحات التهويه اللي بتعكس نفس الشغف ونفس الحماس. مش بس كده، كيان بتعتبر عربيه لكل الظروف ولكل الطرق ومناسبه لكل الاستخدامات والتحديات اليوميه مهما طال زمن الرحله. على مستوى الابعاد هنلاقي ان كيان بتتمتع بابعاد مثاليه في فئتها. كيان طولها 4.85 متر وعرضها 1.93 متر وارتفاعها 1.70 متر وطول قاعدة العجلات 2.89 متر. كيان جي تي اس مزودة بموتور 6 سلندر 3600 سي سي 2 تيربو بقوة 440 حصان وعزم 600 نيوتن متر. الموتور ده بيرتبط بنقل حركة تيبترونيك اس 8 سرعات. أما كيان اس فقوة الموتور بتوصل ل 420 هورس باور وعزمه 550 نيوتن متر. وبالنسبة لتراس كيان اس اي هايبريد فهو مزود بموتور 3000 سي سي مع موتور كهرباء وبتوصل قوتهم ل 416 هورس باور وعزمهم 590 نيوتن متر. ومع كيان تيربو القوة بتزيد بشكل كبير لأنها مزودة بموتور V8 4800 سي سي وبتوصل قوة الموتور ل 520 هورس باور والعزم 750 نيوتن متر. والطراز الأقوى والأعلى أداء في مجموعة موديلات كيان هي تيربو S اللي بتوصل قوته ل 570 هورس باور وعزمه ل 800 نيوتن متر. أول ما تمسك دركسيون كيان المصنوع من الكربون فايبر والجلد الطبيعي وتشوف علامة بورش في النص وتتأمل التابلو بكل مكوناته وتجهيزاته، هتحس إن العربية دي اتعملت عشان تكون أنت محور الاهتمام الأول، وبتلاقي بين إيديك عدد هائل من التجهيزات اللي اتصممت مخصوص علشانك. لو حبينا نتكلم عن تجهيزات بورش ممكن نحتاج لحلقات كتير، لكن نقدر نقول جزء من التجهيزات اللي من ضمنها نظام بورش الجديد للمعلومات والترفيه داخل العربية PCM مع نظام ملاحة متطور
مع خاصية Start and Stop لتشغيل العربية، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPM، والفوانيس البايزينون الأمامية، والداي تايم رانينج لايتس مع 4 وحدات ليد في كل جهة، والدركسيون المالتي فانكشن الرياضي، وتعديل الكراسي كهرباء في 8 اتجاهات، وتعديل وضعية الكراسي الخلفية والكروز كنترول، وجنود 18. ده بالنسبة للتجهيزات القياسية، لكن في كمان تجهيزات إضافية موجودة في موديلات كيان الأعلى زي نظام Power Steering Plus، ونظام Porsche Car Connect، ونظام Connect Plus، ونظام Apple CarPlay، والاتصال بالإنترنت، ونظام الشكمان الرياضي، ونظام بورش المتطور للتعليق الفعال PASM، والجنود 19 أو 20 أو 21 بوصة، والكراسي الرياضية التكيفية مع خاصية ذاكرة الحفظ ووضعيات الجلوس المفضلة، وخاصية تدفئة الكراسي، والمرايات الداخلية والخارجية المزودة بخاصية أوتو ديمينج لتقليل حدة الإضاءة، ونظام المساعدة في الركن بارك أسيست الأمامي والخلفي، ونظام التحكم في العزم PTV Plus، والتحكم الديناميكي في الشاسيه PDCC، والفرامل السيراميك الملونة المميزة من بورش، والسبويلر الخلفي المثبت في السقف. ده طبعاً غير عدد كبير جداً من باقات التجهيز اللي بتضيف مكونات وخامات مختلفة بتدي العربية شخصية مميزة ومظهر مختلف. وفي النهاية ممكن أقول بقلب جامد، لو ينفع يتعمل كشف DNA للعربيات هتتأكد فعلاً إن كيان بكل مكوناتها هي ابنة شرعية لبورش، وبتعتبر خطوة ناجحة جداً ساهمت بشكل كبير في زيادة مبيعات بورش من أول ظهورها لحد دلوقتي. أي عربية خارج المنافسة وتستحق السمعة اللي وصلت ليها. لو فاتتكم تفاصيل العربية أو عايزين تعرفوا أكتر، تابعونا من خلال صفحتنا على فيسبوك. لاحقاً، الخيانة تدمر عربية رينج روفر. رادار للصوت في أبو ظبي. BMW في رحلة حول العالم. شفرة نيسان في كرة القدم. كاميرا الجراج كانت موجودة في حفلة فيات كرايسلر أوتوموبيلز إيجيبت اللي عملته بمناسبة تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة في مصر. كاميرا الجراج كان ليها لقاء حصري مع مستر دونالد سميث، ما تيجوا نشوفه. FCA continues to grow and expand throughout the world, and Egypt is a very important market for us. Thus, we continue to investigate and look at every opportunity and option that we can that would allow us to bring vehicles that are best suited for the Egyptian market and the Egyptian consumer. We're very optimistic about the Egyptian market. We've just recently launched the Jeep Renegade and the Fiat 500X, and we have several models coming in the next few months, the Fiat Tipo and the Fiat Fullback pickup truck. And there's more coming. Now, the Egyptian market, like many, has its challenges
and it has its opportunities. Now, while there may be an economic, current economic situation or challenges, we're still very optimistic about the market. We believe that the Egyptian market will grow dynamically, and thus that is why that we as FCA are proactively here and continuing now to launch new products. We have utmost confidence in our plan to continue to act strategically and grow in this very important market for us. We know that Dodge has had a very strong history, and you know, Chrysler as well, we have these images of these American products. So of course we are looking at ways that we can make sure to continue this and look for the future of how to bring them to the market for the Egyptian customers. Having spent time with both, you know, from Chrysler and with Fiat, it's something that I can tell you that is something that is very positive. The results that we've seen it's a unity. You're taking the best of two different worlds. You have the innovation and the styling and the technology of the Chrysler brands and the brand strength, like the legendary Jeep, the Jeep brand, fastest growing brand in the world, with then the incredible small engines, fuel efficient engines, the Italian lines and designs of Fiat, as far as look at the Cinquecento, the Fiat 500, that you put these two together, and this is it's a match made in heaven.172 عربية جيب كتبوا اسم مصر بالإنجليزي في التجمع الخامس في حدث مهم جدا تحت اسم بايكر زون. كاميرا الجراج كانت موجودة هناك. مملي شركة فينومينا هي من ساعة ما أنشأناها من 3 سنين هي ستارت اب جديدة. هي مهتمية بكل ما يخص الأوت دور والأدفنشر وألعاب المخاطرة والألعاب اللي ليها علاقة بالأندر جراوند سبورت أو زي ما احنا بنسميها الرياضات الحرة. في السنين الأخيرة انتشرت رياضات كتير جدا في كل العالم وبدأت تبقى موجودة في مصر، بس ما كانتش ظاهرة كفاية ولا كانت الناس تسمع عنها ولا تفاصيلها ولا تعرف تقابل الناس. نعمل حاجة تبقى زي بلاتفورم أو منصة تجمع كل الناس ديت على الأقل مرة في السنة، يقدروا يقابلوا بعض ويقدروا يتعرفوا على إيه اللي بيحصل جديد اللي يخص كل الرياضات. انا بتكلم على كل حاجه بعجلتين، سكوترز، موتوسيكلات، عجل، بتكلم على العاب زي الباركور، الفري راننج، بتكلم على حاجه زي الكابويرا، بتكلم على حاجه اسمها الرولر ديربي، دي لعبه للفيميلز على سكيتس، بتكلم على الاوف رود زي ما انتم شايفين معايا هنا، بتكلم على العاب الرالي، بتكلم على الهايكنج، على الدايفنج، كل حاجه تخص الادفنتشر سبورتس. في البداية بحب أشكر برنامج جراج إن هو موجود معانا النهاردة في إيفنت بايكر زون. أبو غالي موتورز طبعا هو وكيل كي تي أم في مصر. طبعا كي تي أم ده موتوسيكلات بتناسب جميع الأعمار، وهي طبعا معروفة ومشهورة جدا إن هي أحسن موتوسيكلات أوف رود في العالم، وطبعا في منها ستريت بايكس وأدفنتشر بايكس. إحنا هنا موجودين عشان نعرض موتوسيكلاتنا ونعرض الأكسسوارز بتاعتها ونعرض الباور وير والباور جير، وكذلك نعرض الزيت بتاعنا. إحنا وكيل زيت موتوركس في مصر. زيت موتوركس ده طبعا بالنسبة للبايكس هو يعتبر أحسن زيت للبايكس في العالم. احنا جروب بايكرز، تأسس الجروب بتاعنا 2011. احنا جروب هدفنا نشر السيفتي والسيفتي ميجرز في البايكينج عموما وفي الكوميونيتي بتاع البايكرز. احنا موجودين النهاردة في بايكر زون، ده جزر بيتعمل كل سنة للبايكرز، وشور بنبقى انترست ان احنا بقى موجودين كل سنة فيه. عملنا فريق جزار رالي تيم كلنا بنات، دي اول مرة من 4 سنين ندخل كلنا بنات، لان انا بسابق بقى لي 4 سنين كروس كونتري رالي. حققنا مراكز قبل كده انترناشنال وناشنال بالعربية وبالموتوسيكل، والادج بتاعنا السنة دي ان احنا عرفنا اخيرا نعمل الفريق يبقى حتى الناس الصعب اللي ممكن تلاقيهم كبنات، تكنيكال مانجر، الكو بايلوت، الاسيستنت اون تراك، كل البنات. ناويين ندخل انترناشنال كمان اول يناير السنه الجديده، هنطلع اسبانيا بعدين موروكو، رالي كبير بينتهي في الاخر في السنغال، ده انتركونتيننتال رالي.
العربيات العائلية العملية هي الاختيار الأول لأي عيلة، خاصة قبل الصيف ورحلات السفر. علشان كده فقرة الكومباريزن النهاردة جايبين لكم عربيتين من فئة العربيات السيدان، هي أوبل أسترا وفورد فوكس، اللي نستعرض النهاردة في فقرة المقارنة كل إمكانياتهم المختلفة، ونسيبكم أنتوا اللي تقرروا عايزين تدخلوا الصيف بأني عربية. هيعرض لنا المنافسة اتنين من خبراء الجراج، هما حسام سليمان ومحمد جمال. جيمي، ازيك يا حسين؟ ازيك؟ الحمد لله. النهارده معانا عربيتين شبه بعض جدا، عربيتين من فئه السيدان العائليه، وبينتج منهم برضو فئه ناجحه جدا، فئه الهاتشباك. وعلى فكره العربيتين دول حققوا نجاحات كبيره جدا في امريكا وفي اوروبا وفي مصر، خصوصا الفتره اللي فاتت. مش بس كده، العربيتين بتنتجهم وحدات اوروبيه تبع شركات امريكيه. وطبعا بغض النظر عن العربيتين دول ليهم شعبيه كبيره جدا، بس ايه هما العربيتين؟ هي الفورد فوكس والاوبل استرا. وانت هتاخد مين فيهم؟ طبعا الفورد فوكس. وانا هاخد الاوبل استرا. أول أجيال أسترا ظهر كموديل لسنة 1991، ووفرت منها الشركة موديلات مختلفة من بداية طرحها، وظهر الجيل الثاني في سنة 1998 وحقق برضه نجاح كبير، وده دفع الشركة أنها توظف نجاحه على حلبات السباق، وشاركت بإصدار خاص كوبي من أسترا بموتور V8 في سباقات DTM الألمانية. الجيل الثالث اتقدم في سنة 2004 واستمر لغاية سنة 2009 مع تقديم الجيل الرابع، وحالياً أوبل أسترا وصلت لجيلها الخامس. أول ظهور لتراس فورد فوكس كان سنة 1998، وفترة قليلة جداً حققت نجاح كبير في كل الأسواق العالمية، لدرجة أنها مع منتصف 2012 تخطت مبيعات تويوتا كرولا عشان تحمل لقب أفضل تراس سيارات مبيعاً في العالم، وهو اللقب اللي بتحمله لحد دلوقتي على مدى 3 سنين على التوالي. الجيل الثالث الموجود حالياً من فورد فوكس ظهر لأول مرة سنة 2010 كموديل لسنة 2011، وتضمن تعديلات كتير في الصالون مع مكونات جديدة وتجهيزات تكنولوجية وترفيهية متطورة. أوبل أسترا العربية تتوفر سيدان وهاتشباك، وبتتميز بتصميم أنيق وفخم، وكمان التصميم الخارجي بيجمع ما بين التجانس والانسيابية. وعلى مستوى الأبعاد هنلاقي إن طول العربية 4.65 متر، والعرض 1.81 متر، والارتفاع 1.50 متر، وطول قاعدة العجلات 2.68 متر، والوزن 1.393 طن. العربية الفورد فوكس لها حضور واضح جدا، وده بفضل الخطوط الديناميكية للعربية والتفاصيل الدقيقة جدا اللي بيخليها مختلفة ومميزة عن أي طراز في نفس الفئة. المقدمة بتعكس شخصية فورد المميزة، وخصوصا الشبكة الأمامية والفوانيس المعروفة باسم دراجون آي، واللي بتعتبر علامة مميزة لأغلب موديلات فورد دلوقتي. التصميم كمان بيعكس القوة والحركة، وبفضل طبيعتها المدمجة هيكل العربية بيتميز بالصلابة والثبات، وكمان بيساعد على عزل الضوضاء والاهتزاز عن مقصورة الركاب. طول العربية 4.53 متر، عرضها 1.82 متر، وارتفاعها 1.48 متر، وقاعدة العجلات 2.64 متر، أما الوزن 1.471 كيلوغرام. فورد فوكس مجهزة بمواتير من فئة الإيكو بوست، اللي بتضم أحدث ما وصلت إليه شركة فورد في عالم صناعة المحركات، اللي بيتميز بانخفاض في استهلاك البنزين والانبعاثات الضارة بالبيئة. بشكل عام صالون أسترا بيتميز بالطابع العملي، وده بيبان في أماكن التخزين وكل الأوبشنز اللي أنت محتاجها وأنت سايق. هنلاقي إن الخطوط الانسيابية الناعمة ولوحة التحكم المركزية من أهم السمات اللي بتميز بيها أوبل أسترا، ده بالإضافة للشعور بالراحة وسعة المساحة،
وأسترا كمان بتتميز بمكوناتها عالية الجودة وبدقة التصنيع. أوبل أسترا متوفرة بفئتين، الهاي لاين والتوب لاين، واللي بيختلف في التجهيزات على حسب احتياجات كل عميل. الهاي لاين بتوفر عدد كبير جدا من التجهيزات، من ضمنها نظام الفرامل المضادة للغلط ABS وجنود سبور 16 بوصة وزجاج كهرباء أمامي وخلفي وأربعة إيرباج وتكييف مانيوال وتحريك كرسي لسائق في أربع اتجاهات ودريكسيون قابل للتعديل في أربع اتجاهات وفوانيس ستوب خلفي ومسند يد أمامي والكنبة الخلفية قابلة للطي بنسبة 40-60 لزيادة مساحة التخزين ومرايات كهرباء وفوج لايتس وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP وفرامل يد كهرباء ومساعد المرتفعات HSA وراديو CD مع أربع سماعات ومدخل AUX وتحكم في الراديو من الدريكسيون وباور ستيرينج حساس للسرعة وخاصية ضبط مستوى الفوانيس الأمامية يدويا وشاشة بيانات ثلاثية وسنتر لوك ومحدد للسرعة سبيد ليميتر وكمبيوتر رحلات. تصميم الصالون للعربية الفورد فوكس بيتميز بمهارة وحرفية عالية جدا في الصناعة، وأول ما ندخل جوه العربية نقدر نميز إنها فورد من الشعار اللي موجود على الدريكسيون واللي بيظهر على الشاشة الأمامية. مقصورة فورد فوكس فيها كمان مكونات كتير لعزل الصوت والاهتزاز عشان توفر لك تجربة قيادة مميزة وفريدة من نوعها. سعة الموتور 1500 سي سي وقوته 148 حصان وعزمه 240 نيوتن متر ومعاه جير بوكس اوتوماتيك 6 سرعات. وبشكل عام العربية بتوفر تجهيزات قياسية أو أساسية متميزة جدا بالنسبة لفئتها زي التكييف والكروز كنترول والراديو سي دي مع ريموت كنترول وست سماعات ووصلات USB وAUX وشاشة عرض الدوت ماتريكس 3.5 بوصة ونظام سينك الاتصال الترفيهي اللي بيتضمن خاصية البلوتوث والتحكم عن طريق الصوت والتحكم في الموسيقى ونظام توفير الاستهلاك الإيكو مود وكمبيوتر رحلات ده بالإضافة لجنود 16 ومساعد ركن خلفي ومرايات كهرباء بخاصية الطي الأوتوماتيكي مع قفل العربية ومساند رأس فعالة في أربع اتجاهات وتحريك كرسي السواق يدوي في أربع اتجاهات وثلاث مساند رأس خلفية وإمكانية طي الكرسي الخلفي 60-40 لزيادة مساحة التخزين. من المميزات اللي موجودة في العربية الفورد فوكس السيدان وهو Option Wireless and Internet بحيث أن أنت تقدر تكونكت العربية على الإنترنت من خلال USB مودم اللي ممكن توصله لمكان USB أو عن طريق الهوت سبوت من الموبايل بتاعك. والأسترا بتتوفر في السوق المصرية بفئتين الهاي لاين والتوب لاين والاثنين أكيد مختلفين في التجهيزات وده عشان يدي مساحة لكل عميل من اختياره في التجهيزات اللي هو محتاجها. وعلى مستوى الأمان فورد فوكس بتوفر تجهيزات كتير زي وسائد الهواء الأمامية والجانبية والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ومساعد المرتفعات HLA والفرامل المضادة للغلق APS ونظام فرامل الطوارئ المساعد EPA ومراقبة الضغط في الإطارات TPMS وخاصية المفتاح الذكي MyKey. على مستوى التجهيزات فورد فوكس سيدان متوفرة بثلاث فئات مختلفة ترند وسبورت وبلاتينيوم. فعلا يا سامي انا بعد ما جربت عربيتك الابل لقيت ان العربيتين قريبين جدا من بعض بس كل عربيه ليها الطابع والشخصيه اللي بتميزها. وانا برضه يا جمال بعد ما جربت عربيتك الفورد لقيت ان فيها حاجه مهمه جدا ان كل التجهيزات اللي انت ممكن تحتاجها موجوده جوه العربيه. ده بالفعل العربيتين فيهم كل الامكانيات اللي انت بتكون محتاجها في اي عربيه سيدان عائليه. وعلى فكره من اهم حاجه اللي تنجح اي عربيه في السوق المصريه الوكيل بتاعها. ده بالفعل ففورد وكيلها هي اوتو جميل احدى شركات مجموعه عبد اللطيف جميل العالميه ووكيل اوبل هو منصور للسيارات. العربيتين من فئة واحدة بس كل عربية ليها مميزاتها وكل اسم ليه عشاقه حول العالم. متهيألي الاختيار هيكون صعب ما بين العربيتين خاصة ان الموديل الجديد لفوكس يعتبر مميز جدا وفي نفس الوقت هو طفرة حقيقية عن كل موديلات فورد اللي قبل كده. وبرضو أسترا اسم ليه تاريخ كبير وتصميمها مميز جدا بالنسبة لعملاء كتير. لاحقا النسخة السعودية من عربية باتمان فيرالي جامبول احدث اطارات ميشلان تصل للشرق الاوسط.
ميني تجمع 3500 عربية. مرسيدس الأولى في فورمولا 1. أوتوبيسات فولفو السويدية اختيرت عشان تكون شريك رسمي في كل مراحل تطوير قطاع النقل بمحافظة اسكندرية، وده كان بعد ما تم تسليم 90 أوتوبيس دفعة تانية لمحافظة اسكندرية، وتم تسليم الدفعة الأولى 150 أوتوبيس السنة اللي فاتت. اللواء المهندس خالد إبراهيم عليوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب في محافظة اسكندرية بيأكد أن أوتوبيسات فولفو بيتوفر فيها أعلى مستويات الراحة والسلامة وكمان اقتصادية، وأنها بتساعد المحافظة على توفير خدمات نقل عام متطورة غير مسبوقة للسكان، وكمان خدمات ما بعد البيع قوية جداً، وده عبر وكيل أوتوبيسات فولفو في مصر غبور أوتو. من الواضح أن فولفو مهتمة بفئة الأوتوبيسات، وده لأنها مؤخراً افتتحت مقر إقليمي جديد في الشرق الأوسط في دبي، وده عشان تسهيل عملها في المنطقة في عالم النقل الجماعي. ومن اسكندرية هنروح على الأقصر، وحملة مرور جديدة من نوعها انتشرت كل صورها على الفيسبوك. إدارة المرور في مدينة الأقصر استغلت الشكل الكاريكاتيري الساخر لحملة أصحبي واللي استخدمته بطريقة مختلفة علشان تكتب تعليماتها والتنبيه على المواطنين بعدم القيادة عكس الاتجاه، واللي كان واضح جداً أنها منتشرة في مدينة الأقصر. كتبت إدارة المرور على اللافتة: عجبي على المواطن بيضيع ساعات قدام المسلسلات وبيمشي عكسي في الشارع عشان يوفر دقايق. هي فعلا طريقة ظريفة، بس يا ترى هتجيب نتيجة؟ وفي أبو ظبي إدارة المرور طورت رادار جديد لضوضاء العربيات، واللي بيعتبر الأول من نوعه في العالم، واللي ابتكره النقيب أحمد المهيري رئيس قسم السلامة المرورية في هندسة المرور وسلامة الطرق في مرور أبو ظبي. الرادار بيتكون من نظامين هما مستشعر شدة الصوت وكاميرا متطورة لتصوير العربيات المخالفة. الرادار بيعمل بصورة آلية على قياس شدة الضوضاء الصادرة من العربية اللي بتمر في منطقة محددة، وفي حالة ارتفاع الصوت عن نسبة القياس المسموحة بيقوم الرادار بتصوير وقراية لوحة العربية وتسجيل مخالفة للسائق، والهدف من الرادار طبعا تقليل الإزعاج داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المستشفيات والمدارس. بس كان في دبي ضوضاء من نوع تاني، لأن شركة جاكوار عملت حفلة جامدة جدا، وده كان بمناسبة إطلاق موديلها الجديد اف بيس للشرق الأوسط لأول مرة، وهي قررت إنها تعمل الحفلة أمام أعلى برج في العالم هو برج خليفة. مش بس كده، وكمان حطت أطول إعلان في العالم لما قررت إنها تحط إعلان العربية بطول البرج. العرض كان مبهر جدا وحضروا ضيوف كتير، وفي ناس كتير مش في الحفلة اهتموا طبعا بتصوير اللحظات التاريخية دي، وده طبعا لان الجاكوار اف بيس هي اول عربية دفع رباعي من العلامة الانجليزية المعروفة. وبعد عمل عرض على البرج بخطوط عربية من الفنان العربي الشهير وسام شوكت، كان في عرض للعربية نفسها اللي ظهرت من تحت الارض وارتفعت لمسافة 6 امتار مع انطلاق الالعاب النارية. واضح ان المشاكل ما بين ايران وامريكا مش بتنتهي، وده بعد ما حظرت الحكومه الايرانيه استيراد العربيات الشيفروليه الجديده من امريكا، وده حصل بعد اسبوع بس من انتقاد ايه الله علي خامنئي لاستيراد عربيات من امريكا، وطالب الحكومه بدعم انتاج العربيات في ايران. الغريب ان الحظر ده على العربيات اللي دفع اصحابها ثمنها ومستنيين استيرادها، لانه تم الغاء اخر دفعه كانت جايه وهي 200 عربيه شيفروليه، وبلغت الحكومه العملاء اللي سجلوا ودفعوا الاستيراد العربيه بقى ممنوع، ومش معروف اذا كان قرار حظر الاستيراد على كل العربيات الامريكيه ولا على عربيات شيفروليه بس. كيا أوبتيما خدت لقب أفضل عربية سيدان في السعودية، وده كان في جوائز مسابقة بي آر أرابيا السنوية لاختيار أفضل الطرازات في السعودية. الجائزة بتضاف لرصيد أوبتيما من الجوائز العالمية المهمة جدا في فئتها، واستلمها الشيخ عبد السلام بن محمد الجبر نائب رئيس شركة الجبر عن التسويق والمبيعات، وسي جون يون مدير عام التسويق في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كيا موتورز. عربية باتمان ظهرت في السعودية، وكمان هتشارك في رالي جامبول 3000، وده بعد ما فريق الراليات السعودي قلق أعلن عن الصور الرسمية للعربية اللي هيشارك بيها أعضاء الفريق في الرالي. العربية المدرعة اللي ابتكرها الفريق مستوحاة من عربية سلسلة أفلام باتمان المعروفة باسم باتموبيل، وهم برضو أطلقوا على العربية اسم باتموبيل تي جي إكس. الفريق ما نشرش اي تفاصيل اضافيه غير شكل العربيه، لكن من المتوقع طبعا انها هتكون بتتميز باداء قوي جدا، خصوصا ان رالي جامبول 3000 من اهم الراليات الاستعراضيه في العالم. سائق
مرسيدس المشهور نيكو روزبرغ لسه بيواصل سلسلة انتصاراته المتتالية للمرة الرابعة، وده بعد فوزه في بطولة سباق روسيا علشان يرفع رصيده ل 100 نقطة بفرق 43 نقطة كاملة عن أقرب منافس ليه، هو زميله في فريق مرسيدس لويس هاملتون اللي بيحتل المركز الثاني في البطولة بعد ما قدر أن يستعيد قوته في السباق اللي بدأه في المركز العاشر واحتل المركز الثاني في السباق. وفي المركز الثالث على منصة التتويج كان كيمي راينكن سائق فيراري. النتيجة دي حققت المركز الأول لفريق مرسيدس بإجمالي 157 نقطة، وفرق كبير جداً عن فريق فيراري اللي بيجي في المركز الثاني بإجمالي 76 نقطة. فيراري رجعت لبلدها الأم إيطاليا في حدث مهم جداً بيستنى كل عشاق العربية في كل مكان، وهو كورس كلاينتي. وعلى حلبة مديره الإيطالية الشهيرة جمع عملاء الشركة المميزين ب 18 سيارة FXX و 15 سيارة فورمولا 1 من عدة مواسم و 11 سيارة XX599، وهو الحدث اللي بيتيح لهم قيادة عربياتهم على حلبات سباق في بلاد كتير، والمرة دي كانت في إيطاليا على حلبة مديره الاستثنائية. واللي بيميز تجمعه السنة دي هو إنه في إيطاليا بلد فيراري، يعني الشركة أحضرت عربيات أسطورية ما ظهرتش مع بعض، ومنها 15 عربية فورمولا 1 من 2001 2002 و2003، وهي المواسم اللي فيراري سيطرت فيها على عالم الفورمولا 1 بشكل خرافي. وفي بلجيكا كان في تجمع جامد برضه لاكثر من 3500 عربيه ميني اللي بيحصل في بلجيكا في مدينه لامل لاول مره، اللي ابتدى امبارح ويستمر لمده 4 ايام، وده الملتقى العالمي لعربيات الميني اللي بيتنظم للمرة 38. الحدث السنة دي بينظمه نادي عشاق ميني في بلجيكا بحكم إقامته على أرضهم، وضيف الشرف هيكون فيه أسطورة الراليات رونالو ألتون اللي حقق الفوز التاريخي في رالي مونت كارلو بعربيته الميني الكلاسيكية سنة 1967. وعلى فكرة ميني في مصر كمان كان عندها حدث مهم جداً امبارح، نظمته المجموعة البافارية للسيارات، وده كان بمناسبة إطلاق ميني كابريو الجديدة اللي اتعمل في قاعة عرض الشركة بالقطامية، واللي هنعرض لكم كل تفاصيله في حلقة الأسبوع اللي جاي. ألفا روميو جوليا انضمت لأسطول عربيات الشرطة الإيطالية، وده بعد ما عرضت صور للعربية الجديدة بعد تغيير الشكل المتطلب لعربيات الشرطة. وأكدت شرطة إيطاليا أنها ضمت نسختين بس من العربية السيدان الرياضية المميزة جدا، الأولى في مدينة روما والثانية هيتم استخدامها في مدينة ميلانو. ألفا روميو جوليا مزودة بموتور V6 توين توربو بسعة 2900 سي سي، قوته 505 حصان. ومن أهم التجهيزات الخاصة اللي اتضافت ليها هي التابلت لتسجيل البيانات المهمة وأنوار الطوارئ الخاصة بالشرطة وجهاز اتصال لاسلكي. وفي لندن بقى غيرت الستات كانت السبب في مشكلة جامدة جدا لما واحدة اكتشفت ان خطيبها بيخونها، ولانها عارفة ان عربيته الرينج روفر البيضة هي اهم حاجة عنده جابت دهان احمر وكتبت على العربية انه خاين وغرقت العربية كلها. وطبعا خطيبها لما شاف العربية نسي سبب المشكلة وكان عصبي جدا واتخانق معاها وقال لها الفاظ وحشة قدام الناس اللي كانت واقفة بتتفرج، وطبعا اللي عملته في العربية انهى علاقتهم بشكل نهائي. لاحقاً سكودا الجديدة من دب ألاسكا، حقائب رولز رويس للسفر بأناقة، عودة معرض لندن بعد 8 سنوات غياب، قائمة أسرع العربيات حول العالم. مرتب رئيس لشركة عربيات تسبب في أزمة في البرلمان الفرنسي، وهو كارلوس غوسن المدير التنفيذي لرينو واللي مرتبه وصل في 2015 ل 7 مليون يورو. وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي في البرلمان أن الحكومة بتضغط على شركة رينو عشان يقللوا المرتب، وده لأن الحكومة الفرنسية بتمتلك 18% من أسهم الشركة، يعني بتعتبر من أكبر المساهمين، ومجلس إدارة الشركة رفض أن يكون في تصويت على مرتب من المساهمين. لكن وزير الاقتصاد الفرنسي وعد في البرلمان أن هم هيخفضوا المرتب ده في 2016. راتب غصن بيتضمن 1.2 من 10 مليون يورو راتب ثابت و 1.7 من 10 مليون يورو راتب متغير، بالإضافة ل 4.1 من 10 مليون يورو حوافز، ده بجانب راتبه من نيسان اللي هو المدير التنفيذي فيها بمرتب 8 مليون يورو. اعترفت شركة أوزي انها بتفكر في تقديم موديل جديد من فئة الـ A8، وده عشان تنافس بيها مرسيدس مايباخ، وكمان بتخطط انها تطور نسخ تانية اكتر فخامة للتنافس مع مرسيدس مايباخ الفخمة جدا. أوزي A8 هيكون فيها نظام ذاتي القيادة من نوع SAE المستوى الثالث، يعني السواق ممكن يسيب الدركسيون لفترة أطول، وده بالمقارنة بالعربيات الحالية.
A8 ممكن تقود نفسها من غير تدخل بشري لسرعات بتوصل ل 60 كيلومتر في الساعة. مفيش تفاصيل عن ميعاد إطلاق العربية الجديدة، لكن من المتوقع عرضها في النص الثاني من 2017، لكن ده الموديل القياسي والموديل بقاعدة عجلات طويلة. أما باقي الموديلات المحتملة فمش هتظهر قبل 2018. شركة سكودا أعلنت عن اسم عربيتها الـSUV الجديدة واللي هتقدمها في النص الثاني من السنة دي، واللي هتسميها كودياك، وهو اسم الدب الشهير اللي بيعيش في جزيرة على السواحل الجنوبية لقارة ألاسكا. الشركة ما أعلنتش تفاصيل عن العربية نفسها، لكنها هتكون من فئة SUV اللي بتستوعب 7 ركاب، وهتستخدم شاسيه MQB من مجموعة فولكسفاجن، وهتستوحي تفاصيل كتيرة من تصميمها من موديل فيجن اس التجريبي. ومن المتوقع كمان انها هتعرض لاول مره في معرض باريس 2016. في اطار احتفالات السنه دي لبي ام دبليو بمناسبه مئوياتها واللي بتركز دايما فيها على المستقبل واحدث التقنيات المستخدمه في صناعه العربيات، عشان كده قررت الشركه تسافر لكل انحاء العالم وتستعرض رؤيتها للمستقبل، وبدات بمدينه بكين في الصين اللي بتسجل اول ظهور اسيوي للعربيه من مجموعه بي ام دبليو المستقبليه فيجن نيكست 100، واللي عرضتها في مركز الفن المعاصر في بكين، وده كان تحت شعار The BMW Group Future Experience Iconic Impulses في حضور هارفارد جروجر رئيس مجلس إدارة مجموعة BMW. وبعد الصين هتسافر للندن عشان تكشف رؤيتها المستقبلية للعلامات الإنجليزية التابعة ليها، وهي ميني رولز رويس. بعدها المدينة لوس أنجلوس الأمريكية عشان تقدم رؤيتها لقطاع الدراجات النارية BMW Motor Red. نيسان اليابانية عملت فكرة غريبة وجديدة شوية، واستغلت إنها الراعي الرسمي للتشامبيونز ليج، وقررت تكشف عن معادلة علمية لفك شفرة المتعة في عالم كرة القدم. وعشان توصل للمعادلة دي، نيسان تحالفت مع خبرة في علم الرياضة من جامعات إنجليزية، وسمتها نيسان إكسايتمنت إندكس، واستخدمت بيانات جامعتها من ردود الأفعال الفسيولوجية لجمهور عشاق كرة القدم واللي بيتابعوا مباريات كأس الأمم الأوروبية. ومنها توصلت إن العوامل اللي بتحقق المتعة في كرة القدم بتضم عدد الأهداف وتوقيتها في المباراة والكروت اللي بتصدر عن الحكام. مجموعة فولكسفاجن الألمانية احتفلت بحصولها على المركز الأول في العربيات الأكثر مبيعاً في العالم في الربع الأول من سنة 2016، وده كان رغم كل المشاكل والصعوبات اللي تعرضت ليها الفترة اللي فاتت. فولكسفاجن حققت إجمالي مبيعات وصل ل 2,490,000 عربية خلال أول 3 شهور من السنة دي، وبكده بتتفوق على تويوتا اللي احتلت المركز الثاني برصيد 2,460,000 عربية. وفي المركز الثالث كانت جنرال موتورز اللي وصلت مبيعاتها ل 2,360,000 عربية. فولكس فاجن عملت زيادة بسيطة في المبيعات 0.8%، وده مقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت، واللي كان السبب فيها بدرجة كبيرة ارتفاع مبيعاتها في السوق الصينية بنسبة 6.4%. أما تويوتا فسجلت انخفاض 2.3% مقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت، واللي كان السبب فيها الزلزال اللي ضرب اليابان مؤخرا، واللي كان السبب وقف الإنتاج في مصانع تويوتا لمدة أسبوع كامل. شركة لامبورجيني احتفلت بمرور 100 عام على ميلاد فيروتشي لامبورجيني، رجل الأعمال الإيطالي مؤسس العلامة واللي بتحمل اسمه. فيروتشي لامبورجيني اتولد سنة 1916 وتوفي سنة 1993، وبداية شركته الأسطورية كان سببها اعتراضه على طريقة تعامل إنزو فيراري مؤسس العلامة الإيطالية المنافسة معاه، لما اشتكى له من عربية اشتراها، لكن إنزو فيراري قابله بطريقة غير مناسبة واستهزأ بتعليقاته، فأصر لامبورجيني إنه يؤسس شركة سيارات تقدم عربيات أفضل من فيراري جنب صناعة الجرارات اللي كان معروف بيها. ومن وقتها لحد النهاردة لامبورجيني قدمت للعالم مجموعة مميزة من العربيات الرياضية، واللي خرجت من مصنع الشركة في سانت أجا زي ميورا، ديابلو، مورسيلاجو، جالاردو، ريفنتون، وأفنتادور، وهوريكان، وكلها طبعا اسماء مستوحاه من رياضه مصارعه التيران، وهي الطريقه اللي اختارها لامبورجيني لتسميه العربيات اللي بتقدمها الشركه. الاسبوع ده كان اسبوع احتفالات شركات كتير. شركه اكيورا صاحبه العلامه الفخمه التابعه لشركه هوندا اليابانيه هي كمان احتفلت بمرور 30 سنة على تأسيسها، وبالمناسبة دي عرضت فيلم تسجيلي بتشرح فيه مراحل تطورها من بداية نشأتها عام 1986 لغاية دلوقتي، وبتعرض فيه مجموعة من عربياتها المميزة زي NSX, Integra Type R, MDX وTL، وكمان مشاركات الشركة القوية في عالم السباقات. الفيلم كان شعاره 30 سنة من الشباب 30 years young، هو شعار يعني ان الشركه بتعتبر من اكثر الماركات الفخمه جذبا للشباب اللي اعمارهم بتتراوح من 18 ل 36 سنه.
30 years in the making. And as long as we make it fun, the future is ours for the taking. This is what we make. And this is how we make it. شركة ميشلان للإطارات أعلنت عن إطار Pilot Sport 4 الجديد في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وهو الإطار اللي تم تطويره بالتعاون مع أكبر شركات صناعة العربيات في العالم، وبيتميز بالتحمل العالي وقوة الأداء عشان يحقق أعلى مستويات من الأمان على كل أنواع الطرق. وبالمناسبة دي، بيور جرانزوتو مدير عام قسم عربيات الركاب ونائب رئيس ميشلان في أفريقيا والهند والشرق الأوسط، قال إن المنطقة بتعتبر محور أساسي للنمو العالمي لمجموعة ميشلان، ولأهميتها شركة ميشلان بتقدم الإطار الجديد في المنطقة بعد 4 شهور بس من إطلاقه عالمياً لأول مرة. معرض لندن للعربيات رجع مرة تانية بعد غياب من سنة 2008، وتعرضت فيه 150 عربية جديدة ممثلين 35 ماركة. المعرض كانت فترته من 5 ل 8 مايو، وشاركت فيه السنة دي طبعاً مجموعة كبيرة من الشركات الإنجليزية زي أستون مارتن، روز رويس، جاكوار، لاند روفر، وكمان شركات العالمية زي فورد ونيسان. وبي ام دبليو من أهم العربيات اللي تقدمت في المعرض واللي بتسجل أول ظهور ليها في إنجلترا، ام جي جي اس، وهي أول عربية من فئة الاس يو في بتقدمها شركة ام جي، ومكلارن جي تي 570 أفخم وأكثر طرازات مكلارن تطوراً، وإنفينيتي كيو 60 وخان فانجلز السوبر كار المميزة، وكمان تي في آر الإنجليزية عرضت نموذج بتأكد ببدء تطوير عربيتها الرياضية الجديدة وبتسجل أول عودة للشركة بعد غياب طويل لكن ما كشفتش عنه. مجلة موتور ترند الأمريكية نشرت قائمة بأسرع عربيات في العالم من فئة فول سايز سيدان، واللي بتعتبر من أكثر فئات العربيات انتشار، والعربيات كانت بالترتيب التالي من الأسرع: تسلا موديل اس بي 90 دي، بي ام دبليو البينا بي 6 اكس درايف، اودي اس 8، بورش بانيميرا توربو اس، دوج تشارجر هيل كات، جاكوار اكس جي ار ال، مرسيدس اس 63 اي ام جي، مرسيدس اس 65 اي ام جي، دوج تشارجر ار تي، بي ام دبليو البينا بي 7، بي ام دبليو 750 اي ام سبورت، بنتلي كونتيننتال فلاينج سبير، رولز رويس جوست، كرايسلر سي SRT 300، مازيراتي كواتريبورتي S، أستون مارتن رابيد S، شيفرولي SS، مرسيدس S550، مرسيدس مايباخ S600، مرسيدس S550E. رويز رويس كمان بمناسبة بداية الصيف وبداية السفر والأجازات والرحلات أطلقت مجموعة جديدة من الشنط الخاصة بها الفخمة جدا والمميزة. المجموعة مكونة من 6 شنط طبعاً بأحجام مختلفة حسب مدة ونوع السفر، جميلة وأنيقة وبسيطة، وطبعاً عليها اللوجو الشهير لرويز رويس. المجموعة طرحت في أمريكا وأوروبا وسعرها 46,000 دولار. ودلوقتي جه معاد الركنة، والنهاردة معانا ركنة غلط جداً، وهي ركنة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة. والنهاردة معانا ركنة غلط، وهي قطع الغيار المتقلدة أو المغشوشة. الظاهرة دي موجودة في مصر من فترة طويلة، لكن زادت بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة، وهي إن في قطع غيار بتتصنع في مصر أو في دول أخرى زي الصين على سبيل المثال، وبتتباع في السوق عند تجار قطع الغيار على إنها زي الأصلية. الحقيقة إن المكونات دي ما بتكونش مصنعة طبقاً لمواصفة قياسية، وبالتالي بدل ما تكون بديل أرخص للأصلي بتأثر على العربية وبتسبب خسائر كتيرة جداً لصاحبها. أغلب الناس مش بتبقى عارفة خطر المكونات دي على سلامتهم وسلامة عربياتهم، علشان كده لازم يكون في دور للدولة في وقف تصنيع واستيراد قطع الغيار من النوع ده، وعلشان خطرها كان لازم تكون معانا النهاردة ركنة غلط. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو فاتكم أي خبر أو عايزين تشوفوا حلقتنا تاني ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك. مستنيكم الجمعة الجاية الساعة 2 الظهر. مع السلامة.